40 نقطة في رصيد بطل دوري نجوم كيو أم بي لكرة القدم، ورصيده من المباريات لم يكتمل بعد. 14 مواجهة ضيع فيها الزعيم نقطتين فقط، وهو يمضي دون هوادة نحو لقبه 16 في المسابقة. انطلاقة الوكرة رائعة في الأسابيع الأخيرة في تحقيق فوزه 13. في استاد سعود بن عبد الرحمن بدت المباراة في قبضة أبناء الزعيم منذ الشوط الأول. نجم منتخبنا الوطني أكرم عفيف أعلن التقدم بهدف سجله في الدقيقة 12، 5 دقائق فقط احتاجها رودريغو تاباتا ليسجل ثاني الأهداف السداوية. وفي الدقيقة 33 وقع قائد الأدعم والسد حسن الهيدوس على ثالث الأهداف، وبه انتهت النتيجة قبل الاستراحة. وكما بدأ أكرم عفيف المباراة في الشوط الأول فعلها في الشوط الثاني، فسجل الهدف الرابع مطلع الدقيقة 58، فيما كان خروج الجزائري بغداد بنجاح وتعويضه بالغاني أندري أيو سببا في تسجيل 5 الأهداف في الدقيقة 66. الوكرة بات في موقف لا يحسد عليه عندما خرج محترفه الجديد الجزائري بوعلام مصمودي مطرودا في الدقيقة 78 في أول مباراة له مع الفريق، حيث قبل الهدف السادس قبل مغادرة السد لمدينة الجنوب بأقدام عبد الكريم حسن. أكيد يعني فريق السد فريق كبير، حاولنا أن نكون ند بند معاه من الشوط الأول، لكن بعض الأخطاء اللي حصلت قدروا أنهم يسجلون الأول والثاني والثالث. يمكن راحت المباراة من الشوط الأول، صار تفكيرنا أكثر في المباراة الجاية. إن شاء الله المباراة الجاية يعني نواصل على النتائج السابقة لنا الإيجابية عشان نثبت رجلنا في المربع إن شاء الله. الوكرة خسر نقاطا مهمة وهو يحاول التشبث بمركزه الثالث والمربع الذهبي، فيما أنجز السد ما عليه وحصد فوزا جديدا في انتظار اكتمال مبارياته. لمركز أخبار قنوات الكاس، عمر قحطان، الدوحة.